طيب، الجول الأولاني جول حلو، واضح إن هو يعني جملة تمهيد للكورة، أحمد أيمن منصور يستلم من الشمال للجناح اللي قدامه أحمد متعب، بينفرد بعد ما كسر التسلل. جول حلو، واضح إن ده يعني ده مش لعب كورة بس، ده أسلوب متمرنين عليه. هو احنا فعلا الفترة اللي فاتت طبعا مع توقف الدوري واشتغلنا على تحفيز اللعيبة، بعض الأسس بتاعتنا والاستراتيجي بتاعتنا كجهاز فني. تعرف ان احنا جهاز جديد مظبوط، عليه على الفريق، فحاطين طبعا نقاط بنشتغل عليها وبنحفز اللعيبة وبنبدأ نقيم الشغل بتاعنا او الماتشات بتاعتنا. وعملنا ماتشات وديه، يمكن عملنا ماتشات مع سيراميكا، وعملنا مع الاتحاد السكندري، وعملنا مع حرس الحدود، عملنا والداخليه كمان. فعملنا ماتشات 6 ماتشات تقريبا وديه، وبنقيم من خلال الشغل اللي احنا بنديه للعيبه. فنتمنى ان شاء الله الروح القتاليه كمان، انا مبسوط منها جدا امبارح، العزيمه والاصرار جوه الملعب، ان انت تكمل الدقيقه 97 وبتحارب او بتقاتل وتحاول تجيب جون انت تعادل. جبت جول بالفعل تعادل، لكن هاند بول حاجة مارادونا كده من بتوع زمان. من بتوع موزس. يعني انا اتكلمت معاه برضو النهارده، بس انا ما عجبنيش التصرف، يا اما كان حطها برجله يا اما كان حاول ان هو يعني بالطرق المشروعه. لان انا اتكلمت مع اللعيبه في ظل التكنولوجي دلوقتي هاني، وفي ظل انك شايف الكاميرات وشايف التكنولوجيا اللي بتحيط بكرة القدم، مستبعد جدا ان لعيب يعمل اي حاجة والكاميرات مش هتجيبه، او الفار او الحكام او الحكام المساعدين. فانا كنت اتمنى ان هو يعملها برجله او يطير عليها، بس انا شايف اسهل برجله كانت تتحط، كانت تبقى هدف جميل. يعني كريم طارق عمل شغل كويس مجهود جدا جامد قوي من كريم. وقدر ينقلنا لغاية جوه الـ6 يارد تقريبا. طيب، عماد السيد شارك مكان عمر رضوان في لقطة ضربة الجزاء، هل ده لإصابة عمر ولا لتميز عماد في ركلات الجزاء؟ هما الاثنين الحمد لله متميزين وبذلين مجهود كبير جدا مع كابتن سويركي الفترة اللي فاتت، ومعهم احمد كمان سالم. بس انا لما غيرته كان لاصابته، لان الدكتور اولا عمر في الهدف الاولاني وقع اتحكم من العضلة الضمة، بعديها الدكتور نصحنا قال لنا رايي ان هو يخرج، هو شايف لما كشف عليه فشايف ان هو نغيره. عمر طلب ان هو يحاول يكمل، وبعدين الدكتور نصحنا ان لا يعني في يعني رجله وجعاه وعشان ما تزيدش يعني. بس كان عمر طبعا كان في نفس الوقت ده عماد كان الكابتن سيد السويركي طبعا بيجهزه وبيسخنه، وعملنا التغييره في الوقت اللي هو ضربه الجزاء على اساس ان ما يستحسنش، مش ان هو يبقى بيتعامل مع ضربه الجزاء وهو عنده حاجه في العضله الضمه. مفهوم. انت عارف كلها هتبقى ارتكاز وهيعمل ترايه يمين يا شمال، ايوه فهتبقى برضو داخل فيها الشغل على عضلة الضم يعني.